ليه حضرتك كل الشوارع دي فاضية والمحلات مقفلة؟ ضرب الصبح تعمل لواء. اللي هو نبيل فراج. على الهواء. في تاني واحد نقيب تاني برضه ضاربينه، يعني منظر. اختي بتقول لي انا عيطت. لازم يكون في دولة. دي طبيعي يعني. لو ما حصلش اللي حصل ده، فين هيبت الدولة بقى؟ طبعا من سكان كرداسة. بقالك كام سنة حضرتك عايش في كرداسة؟ بقالي أكتر من 30 سنة عايش في كرداسة، مولود هنا. مبسوط بقى باللي حصل عندكم النهاردة؟ مبسوط اللي حصل من الأمن والأمان، دخلوا ونظفوا البلد ونشروا الناس، لموا الناس كلها اللي بيعملوا حاجة وحشة في البلد، والمسائر اللي بتتعمل بالليل والكلام دوت، وناس بتطلع يعني آخر قلة أدب ويضربوا نار في الجو على الناس الأهالي اللي في كرداسة، ويضربوا بتاع دوت مولوتوف ويبوخوا في الناس. ليه بيعملوا كده؟ كرداسة؟ مرحبا مبسوط. اللي حضرتك من اهالي كرداسه؟ انا من اهالي كرداسه. بقالك كام سنه عايش هنا؟ بقالي 41 سنه. من يوم ما اتولدت يعني؟ من يوم ما اتولدت. تمام. مبسوط باللي الداخليه عملته النهارده في كرداسه؟ طبعا جت طهرت طبعا، وجت يعني حسينا في امان في البلد. انا بصراحه مبسوط كل الانبساط، وربنا يحميهم. بس هم دول مجموعه من الناس. دول مجموعه من الناس الارهابيين. معلش سؤال لحضرتك، ليه مجموعه الناس اللي عايشين وسطكم دول ما اتكلمتوش معاهم وقلت لهم يا جماعه كده غلط وخلينا ماشيين مع بعض؟ دول ما بيفهموش، دول ما بيتفهموش وبيستوعبوش. دي ناس ما تستوعبش حاجه خالص. تيجي تكلم يقول لك لا ده الشرطه اللي ضربت، الشرطه ضربت الشرطه، الشرطه تضرب نفسها، ما فيش عقل خالص. والبلد كلها كانت عايشه في رعب وخوف وجبن، مش عارف انا ايه ده. الحمد لله بقت امان دلوقتي. تمام و100 100، وربنا يحمي الجيش والشعب والشرطه ايد واحده. اللي حضرتك مبسوط باللي الداخليه عملته النهارده؟ مبسوط حضرتك جدا، وبشكر وزير الداخليه ووزير الدفاع، وبشكر من اول الفريق اللي اجى على الرتبه بيهم على كل اللي عملوه ده. تمام، حاسس تسلم ايديهم فعلا. الف شكر لحضرتك. انت حضرتك اهلاوي؟ اهلاوي. طب وايه اللي معادك في كرداسه؟ كرداسه بنرجع بالاول الزمالك طبعا، عشان يبقى امان والدنيا تبقى حلوه كده وتروق والناس تشوف مصالحها. قول لي لما اللي هم الاخوان عايشين في وسطكم بقالهم سنين مش عارفين تتكلموا معاهم وتقول لهم اللي بتعملوه ده عيب؟ والله كل واحد بيمشي بطريقته فارغ. عشان الجماعه اللي هم الارهابيين دول اللي عندنا في البلد عددهم زايد. وحلال فيهم والله يتاخدوا والله، عشان كده معطلين مجالات اللي هي في كرداسه، اسكان سياحه ولا رياض. احنا عامه هنا في كرداسه يمكن عندنا الدرجه الثانيه المطوشه كلها تيجي لبره، اسكان 17 19 درجه اولى. فانت مش عارف تلعب كوره؟ لا مش احنا مش عارفين اصلا. القوات الجهاديه تعدت على الشرطه، حصل ده انفجار. تمام. قول لي حضرتك بصرف النظر عن موضوع الكشك ده، انت مبسوط باللي الداخليه عملته؟ طبعا مبسوط، كنا مستنيين اليوم ده يعني يا ريت كان حصل امبارح قبل النهارده. اللي حصل النهارده ده بقى مزعلك ولا مفرحك؟ لا مفرحك. مفرحك ليه؟ عشان اعرف اروح النادي. انت الاول مش عارف تروح النادي؟ لا. يعني انت الاول مش عارف تلعب؟ فانت دلوقتي تعرف تلعب. تمام. انت اصلا بتروح مدرسه؟ بروح مدرسه. وبتلعب ايه في النادي؟ بلعب نص ملعب. بتلعب ايه؟ نص ملعب. ايه نص ملعب دي؟ بلعب كوره. كوره نص ملعب يعني. تمام. معلش يا سيدي انا مش ما كانش على ايام اللعبه دي. حضرتك فرحانه باللي حصل النهارده؟ فرحانه جدا. انا ما اقولكش النهارده بسم الله ما شاء الله ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب. انت حضرتك مش مصر كله؟ حضرتك اصلا عايشه في كرداسه؟ انا عايشه في كرداسه مش من كرداسه. لكن مش من كرداسه يعني؟ انا شاريين بيتنا بقى لنا 17 سنه. تمام. بس يعني بصراحه